تفاصيل فيديو اعتداء تركي بسكين على رجلي أعمال سعوديين، وآخر تطورات أزمة استهداف سوريين في تركيا، وعلى خطى حمزة منبيبي حساب فضائحي جديد في المغرب يفجر أزمة، وترامب في حماية الحصانة الرئاسية. ما مصير قضايا؟ أهلا بكم. خلينا نبدأ من مقطع منتشر على إكس بشكل كبير جدا الساعات الماضية. بسكين يهدد. عرب ما عرب. جايب سكين معاه. كيف سيزان سوري لان بين الجنة مرسة باك بيشك بردا نيسي سوك مرسة چك 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 روح عرب عرب عرب. انا صورته انا عرب جماب جي صورته الآن، أكلم البوليس الآن. اللي في الفيديو رجلي أعمال سعوديين هما خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي بحسب ما تم تداوله أونلاين. أما التركي اللي هاجمهم وماسك سكين مثل ما شفتوا فقيل إنه كان سكران والسلطات قبضت عليه، وتم تداول هذا الفيديو اللي قيل إنه لإلقاء القبض عليه. معنا من اسطنبول مراسل العربية زيدان زنكلو. أهلا فيك معنا زيدان، إذا ممكن تعطينا التفاصيل اللي عندك عن هذا الفيديو هذه الحادثة. نعم، الفيديو تم تداوله هذا اليوم على منصة إكس من قبل مجموعة من الناشطين وأيضا بعض وسائل الإعلام التركية. هذا الفيديو على ما يبدو تم تصويره يوم أمس أو خلال الساعات القليلة الماضية، يعني لم يتم تحديد حتى الآن موعد تصوير، لكن تم نشر الفيديو اليوم ووسائل الإعلام التركية عنونت الخبر بتاريخ اليوم، يعني يمكن ترجيح أن الفيديو أو الحادثة جرت يوم أمس أو الليلة التي سبقتها في منطقة مسلك، حيث كان في أحد المقاهي وهي منطقة راقية بطبيعة الحال في مدينة إسطنبول، من أرقى الأحياء في مدينة إسطنبول. في هذا المقهى الذي كان فيه رجال أعمال سعوديين ويقال أنه بعضهم لديه استثمارات هنا في تركيا، قام هذا الشخص، حتى الآن لم تكشف السلطات التركية عن اسمه بعد، قام بحمل سكين وتوجيه الشتائم للعرب وطلب من الزبائن والزبائن العرب الذين كانوا موجودين في المقهى. وطبعا الحادثة جرت أمام طاولة رجلي الأعمال السعوديين خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي، طلب عدم التحدث باللغة العربية وهذه تركيا، وجب التحدث بالتركية، وكان يقول أنا تركي ويشير بإشارات القوميين بيده، إشارات القوميين الأتراك بيده. وطبعا كان كل الفيديو كما سمعتي فيه شتائم، وتم تشفير هذه الشتائم بشكل كبير، الشتائم كانت موجهة ضد العرب. رجال الأعمال كانوا تصرفوا بشكل هادئ وحكيم، لم يشتبكوا أو يحتكوا مع هذا الشخص، إنما قاموا بتصويره، وبالفعل أتت الشرطة بعد فترة من الوقت وتم توقيفه واعتقاله. وحتى الآن يعني المعلومات التي ما زالت متواردة أو وصلنا إليها قبل قليل، ما زال موقوف هذا الشخص وتم إحالته إلى القصر العدلي في مدينة إسطنبول. لأنه كان في تم حديث أنه تم إخلاء سبيله ما إلى ذلك، بس أنت بتقول أنه لا، تم إحالته للقصر العدلي.
نعم نعم، حتى الفيديو المأخوذ للشخص هو من القصر العدلي في اسطنبول، يعني يعني إلى ما قبل الظهور كل وسائل الإعلام التركية كانت تتحدث أنه ما زال موقوف، لكن يعني في الساعات القادمة هل يفرج عنه بكفالة أو يوقع على تعهد أو ما شبه لا نعلم حتى الآن، لكن أنا أنقل ما ذكرته وسائل الإعلام التركية قبل قليل أنه ما زال موقوف حتى هذه اللحظة. طيب، وسائل الإعلام التركية ومثلا موقع إكس نشيط جدا أيضا في تركيا، كيف هي ردة الفعل وكيف غطت وسائل الإعلام التركية هذا الموضوع؟ نعم، لا شك مبدئيا أن هذا الموضوع لاقى انتشار كبير، خصوصا أنه تزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف اللاجئين السوريين واشتباكات وأعمال عنف طالت اللاجئين السوريين، بالتالي جاء هذا الفيديو ليلقى انتشار كبير. طبعا يعني لا شك أن هناك عنصريين علقوا بشكل مهين على هذا الفيديو يؤيد هذا الشخص، لكن بالعموم شاهدت أن هناك الكثير ممن طالبوا بتوقيف هذا الرجل حتى قبل إلقاء القبض عليه، وهذا الرجل يضر بالسياحة ويضر بالاستثمارات، وكثير من ردود الفعل التي كانت ضد هذا التصرف، لكن كما ذكرت لا يخلو الأمر من وجود بعض العنصريين الذين كانوا يعني يؤيدون هذا الفعل، لكن بالعموم غالبية التعليقات كانت تستنكر هذا الفعل وتطالب بالقبض عليه بشكل سريع قبل انتشار هذا الفيديو ليصبح ترند، وعلى ما يبدو أن الفيديو أصبح ترند في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الدول العربية حتى. نعم، طيب احنا بنشكرك على هذه المعلومات وحنتابع طبعا القصة. كان معنا من اسطنبول مراسل العربية زيدان زينكلو. نبقى في تركيا اللي من أمس والعناوين الرئيسية فيها محورها اعتداءات أتراك على سوريين وانتفاضة السوريين في مناطق المعارضة ضد تركيا. فالدنيا مولعة فعليا من أمس بين أتراك ولاجئين سوريين في ولاية قيصري التركية اللي بيسكنها 82 ألف لاجئ سوري من أصل 3 مليون لاجئ متواجدين في عموم تركيا. شرارة الاعتداءات من قبل أتراك على السوريين وممتلكاتهم في قيصري كان فيديو انتشر على المنصات بيزعم تحرش شاب سوري بفتاة تركية قاصر في أحد المرافق العامة في المدينة. الفيديو تسبب بحالة غضب كبيرة عند الأتراك اللي كسروا محلات سوريين وأحرقوا ممتلكاتهم وطلعوا في احتجاجات طالبوا بترحيل السوريين كلهم. ومع مرور كل ساعة الاعتداءات والاستهدافات صارت تزيد وتزيد، لدرجة شفنا مقاطع للسوريين في تركيا من خوفهم تركوا بيوتهم وراحوا يحتموا في مساجد. Suriyelilere ait arabaları deviriyorlar. من الفيديوهات المتداولة بشكل كبير كمان وقاسية حقيقة فيديو تعرض شاب سوري للضرب من قبل أتراك بس لأنهم عرفوا أنه سوري. السلام عليكم الشباب، أنا ماشي على الدرب لو قلت لهم أنا سوري وبلا شم علي الضرب، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وتوبرك، حسبنا الله ونعم الوكيل، شنو نتصرف والله العظيم ما نعرف.
اللي تبين بعدين أصلاً أنه حتى شرارة الموضوع أصلاً مو صحيحة. يعني الفتاة القاصر اللي طلعت في الفيديو مو تركية وإنما سورية، واللي كان جالس بيتحرش فيها هو ابن عمها، وقيل أنه بيعاني من اضطرابات عقلية. هذا الكلام أعلنته الوزارة أو وزارة الداخلية التركية عبر وزيرها اللي نشر بوست قال فيه أنه تم إلقاء القبض على الشاب وتسليمه للسلطات، وأنه تم فتح تحقيق فوراً في أعمال الشغب والفوضى اللي صارت بحق اللاجئين السوريين، وأكد أنه الأتراك المعتدين على اللاجئين تصرفوا بشكل مو قانوني وبيتعارض مع قيم تركيا الإنسانية، وقال أنه تم اعتقال 474 شخص من المتورطين في هذه الأعمال. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فأدان هذه التصرفات وقال أنه اللي صار سببه الخطاب المسموم للمعارضة اللي بتحرض على الكراهية، وأنه خطأ يصير كده مع ناس التجأوا لعندهم، مؤكد على تدخل الشرطة الفوري في الموضوع. بس الموضوع ما وقف هنا، فمثل ما هو معروف كل مناطق سوريا الموجودة في إدلب وشمال حلب واللي خاضعة لسيطرة المعارضة فيها نقاط مراقبة تركية، ففي 58 نقطة تركية في حلب و51 في إدلب. هذه النقاط وضعت من بعد اتفاق أستانا في 2017 بين تركيا وروسيا وإيران، واللي نص على نشر قوات تركية للمراقبة وخفض التوتر في المنطقة الآمنة بإدلب والمحافظات المجاورة، يعني ريف حلب الشمالي، علشان تمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف هناك. وفي هذه المناطق وخصوصا في ريف حلب صار ردة فعل كبيرة من قبل السوريين احتجاجا على اللي بيصير للسوريين في تركيا، فقام اعترضوا شاحنات تركية بتدخل الشمال السوري عبر معبر باب السلامة بحلب بهدف التجارة ونقل البضائع، وهاجموها وكسروها وحرقوها وأنزلوا الأعلام التركية عنها، ووصل الموضوع لاشتباكات بين الطرفين، وتم قتل طفل سوري بالرصاص التركي بسبب عبثه بالعلم التركي. وكده كان المشهد. الله حي يا شباب، الله حيكم، الله حيكم، الله حي يا شباب. الله أكبر، تجمع على دوار راي كرمال ترجيع سيارات الأتراك على العمل اللي عم يعملوا في أهلنا وأخوتنا وعرضنا في تركيا. طب خليني أضيف أنه كمان في أخبار من المرصد السوري ومن مصادر طبية أيضا في سوريا بتقول أنه المظاهرات عدد القتلى فيها من الجانب السوري كانت أكثر من مجرد فقط طفل واحد، وأنه الأعداد أعلى، ولكن ما في تأكيد رسمي حتى الآن. خلينا نقول على العموم اليوم كمان انتشرت من ساعات فيديوهات لسوريين اختاروا أنهم يتظاهروا أمام معبر باب السلامة اللي بتدخل منه السيارات والشاحنات التركية احتجاجا على اللي بيصير.
وداخليا في تركيا الأحزاب اللي بتعارض سياسة أردوغان لقيوها فرصة كبيرة عشان يحطوا نقطة ضد أردوغان، وخاصة مع القرب التركي السوري اللي جالس بيتم التمهيد له من أسابيع. فالأحزاب هذه اجتمعوا على أنه سياسة حزب أردوغان في التعامل مع اللاجئين السوريين مو قانونية، وهي اللي أوصلت الأمور لهنا. وعلى فكرة هذه مو الحادثة الأولى اللي عنوانها كراهية اللاجئين السوريين في تركيا، فكثير تناولنا فيديوهات وأخبار عن اعتداءات أتراك على اللاجئين السوريين على مر السنوات الماضية، ولا هي الحادثة الأولى اللي بنتكلم أو الحادثة الأولى اللي فعلا اللي بنتكلم فيها عن مشاكل واعتداءات على مهاجرين، وموضوع الهجرة شاغل العالم كله حقيقة فعلا. طيب احنا بينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور سمير صالحة. أهلا فيك معنا دكتور سمير، كيف تعليقك على هذا المشاهد؟ صحيح، مساء الخير للجميع. اولا فعلا مشاهد مؤسفه، سواء كان يعني ما رايناه في مدينه قيصري او في ما تابعناه جميعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي شهر السكين بوجه مجموعه من الزوار العرب في احد المقاهي التركيه. الان ضرورة التعامل السريع مع حالات من هذا النوع، كان ينبغي منذ سنوات أن تتحرك الأجهزة الأمنية القيادات السياسية في قطع الطريق على لعب ورقات اللجوء بهذا الشكل. مع الأسف حتى اليوم لم نرى هذه التدابير التي قطعت الطريق على مثل هذا التصعيد. المفاجئ الآن الذي تبعناه أنا وأنت أنه في الساعات الأخيرة بيان وزارة الداخلية التركية 475 تقريبا شخص تم توقيفهم، 285 شخص منهم من أصحاب السوابق. الآن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذا يعني أنه لابد من تحرك أمني قضائي عدلي سريع جدا. يعني هذه هؤلاء الأشخاص كيف نزلوا إلى الشارع في قيصري؟ كيف دخلوا المدينة؟ من أين جاءوا؟ ومن الذي حركهم بهذا الشكل؟ يعني كأنك بتلمح أستاذ أو دكتور سمير أنه يعني في أحد بيحرك أو هو اللي تسبب في هذه الشرارة. يعني مع الأسف الشديد يعني على ضوء المعلومات التي نشرتها أي، بس مين مثلا مين ممكن يكون؟ في أكثر من طرف، إذا ما رصدنا أنا وأنت الأحداث في العامين الأخيرين، أكثر من لاعب في الداخل التركي وفي الخارج. في الداخل التركي في عنا مجموعات متطرفة متشددة تبنت هذه الأساليب منذ سنوات، ورأينا ممارساتها على الأرض في أكثر من مدينة تركية. لكن أوكي. أظن من الشق الخارجي، أنا لا أريد أن يعني أدخل في سيناريوهات أو نظرية المؤامرة، لكن توقيت اندلاع مثل هذه الأحداث أيضا بهذا الشكل مهم، لا يمكن فصله عن الرسائل السياسية التي تبعناها بين أنقرة ودمشق في الساعات الأخيرة برأيي. فيعني أنت بتلوم المعارضة يعني؟ لا، أنا أظن أنه بدرجة الأساسية مسؤولية السلطات الرسمية في حسم هذا الملف وتأثيره بهذا الشكل. الآن هذه أيوة هي مسؤوليتهم هذا الشيء، بس أنت قاعد بتقول أنه كأنه في أحد بيحرك هذا الموضوع، والمعارضة خرجت وقالت أنه هي بتلوم الحكومة على أصلا هذا الملف بأكمله. يعني للجماعات التي الآن يعني التي تحاول لعب هذه الورقة ملف اللجوء، هي ليست يعني برأيي لا تمثل المعارضة التركية. لماذا؟ لأنه هذا الصباح كان في بيان صادر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض يندد بأحداث القيصري وما والجهات الفاعلة ويطالب تحرك قضائي عدلي سريع. أوكي، بس دكتور سمير يعني في نهاية اليوم حتى كمان السلطات التركية قالت إنها بتحقق في منشورات لقتها بتحرض على اللاجئين. يعني ما يحدث صراحة هو أمر يعني بشع 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 لأقصى درجة. يعني واضح كمان انه في قلوب مليانه، ويعني يعني الواحد ما يقدر يعني ينفي موضوع العنصريه ضد العرب.
لذلك أنا قلت لك إنه يعني هذا التحرك بهذا الشكل ضد موجات اللاجئ واستهدافه على هذا النحو يؤكد إنه في أطراف متشددة متطرفة جدا ينبغي التعامل معها على هذا الأساس. هذه الأطراف شبه معروفة، تابعناها في أجواء الانتخابية، في الحملات الانتخابية، كيف تحركت، كيف صعدت، حاولت تحريك هذه الورقة، لكن مع الأسف الشديد لم نرى اتخاذ تدابير أمنية حقيقية باتجاه إنهاء هذا الموضوع. الآن الذي جرى والذي نشرتموه أنتم أيضا قبل قليل مؤسف جدا، يعني أن نرى انفجار الوضع في مدينة قيصر التركية ونرى هذا الرد والتصعيد في شمال سوريا، يعني الآن نقاش من هذا النوع كيف سيتم التعامل معه إذا ما استمر التوتر والتصعيد في الساعات المقبلة في الأيام المقبلة بهذا الشكل. لذلك أنا قلت لك ضرورة الآن الكشف عن كل تفاصيل ما جرى في قيصر، الأشخاص الذين تم توقيفهم، كيف يعني دخلوا هذه المدينة بهذا الشكل، خصوصا كما قلت لك أنه جزء كبير منهم هم من أصحاب السوابق كما قالت الداخلية التركية. يعني هذه كمان غير أنه لابد من التحقيق في أيضا الحوادث الفردية اللي جالسة بتصير على ضوء هذه المواجهات، اللي هو مثلا ضرب أي شخص لمجرد أنه سوري وما إلى ذلك. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور سمير صالحة. أهلا من جديد. على خطى حساب حمزة مومبيبي في 2019 واللي كان مختص بنشر فضائح مشاهير في المغرب، واللي تم اتهام الفنانة دنيا بطمة بإدارته والحكم عليها بالسجن سنة مع غرامة مالية، اليوم في حساب جديد شاغل المغربيين أو مختص تحديدا هو أيضا بنفس الشيء، واسمه ناهد مومبيبي. الحساب هذا منتشر على منصات تيك توك وسناب ويوتيوب، ولكن النشاط أغلبه على إنستغرام. فالحساب بينشر فضائح بس، وعنده استراتيجية تشويق كمان، فهو بينشر دعاية على تيك توك عنوانها بعد قليل، وبيكون كاتب مين الضحية الجديدة اللي راح يتم التشهير فيها، وبعدين بينشر الفيديو على إنستغرام. وفي مصدر مغربي قال إنه اللي بيدير هذا الحساب شخص يبغى ينتقم من المؤثرة المغربية نهيلة إقلاعي الملقبة بباربي، فاخترق جوالها ونشر فيديوهات خاصة لها، ودخلت على إثرها أو على إثر هذه القصة باربي المستشفيات بسبب هذه القصة. طيب، ولكن الموضوع تطور مشاهدينا، و يعني خلينا نقول انه صار في فوضى في السوشيال ميديا، وحتى انه هذا الكلام، لكن قبل ما اقول لكم هذا الشيء كنت بدي اقول على الحساب اللي هو اللي ناهد مومبيبي موضوعه تطور وبدا يستهدف المشاهير عموما مو بس نهيلة، فتوسع يعني نشاطه. لكن على العموم مشاهدينا، بس احنا يبدو انه المغرب بيعاني من فوضى في السوشيال ميديا، وهذا مو كلامنا، هذا اللي قاله وزير الشباب والثقافه والتواصل محمد بن سعيد. الوزير اعترف بالفوضى في السوشيال ميديا ودعا الناس اللي بتتضرر لتقديم شكاوى واللجوء للقضاء، وقال لازم المجتمع المدني يشارك في التوعية من هذه المخاطر. كلام الوزير هذا كان أمام مجلس النواب، ومن بعد ما طرح فريق مستقل في البرلمان سؤال وجهه للوزير وتكلم عن محتويات أونلاين بتحرض على الاعتداءات الجنسية ومحتويات اللي هي التسول والنصب. فغير الحساب الفضائحي هذا اللي شاغل أهل المغرب، في حالة سخط كمان من زيادة في الاحتيال عبر السوشيال ميديا، خصوصا لستات البيوت والشباب اللي قاعدين، وإيهامهم أنه ممكن يحصلوا على رواتب عالية من البيت. ففي مسجات بتوصل للضحايا مثل اللي شايفينها عن إمكانية العمل من المنزل بمبلغ زهيد، وبعدين بينقلوا على تليجرام وضمن مجموعة خاصة مشفرة بيطلبوا من الشخص معلومات عن حسابه البنكي، وبالفعل بيتم تحويل المال لهذا الشخص أول شيء، بعدين بيعرضوا عليه استثمار أمواله وزيادتها، وبالتالي اللي بيعمل كده وبيروح يعطيهم الفلوس بيسحبوا فلوسه وطبعا ما بيرجعوها. يعني الاحتيال بالتسويق الهرمي باختصار. احنا معانا من باريس الصحفية حنان عبد الله. اهلا فيك معانا حنان. يعني هذه الحسابات بتعمل ضجة كبيرة، خلينا نبتدي من الحساب الفضائحي الجديد، لانه يبدو انه فعلا في دربكة في السوشيال ميديا. يعني
فعلا سارة كما قلت هناك فوضى، وعندما تصل هذه الفوضى إلى البرلمان وإلى طرحها بهذا الشكل يعني الحقيقي وربما المثير للتساؤلات، هذا معناه بأنها تؤثر على المغاربة وعلى كل من يتابع السوشيال ميديا، وتؤثر أولا وقبل كل شيء على من يعانون من هذا الابتزاز وهذا التشهير وكل هذه الأمور التي تطال هؤلاء الأشخاص. وجب تذكير فقط حتى عندما نقول المغرب، موضوع فوضى السوشيال ميديا لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما قس على هذا مختلف دول العالم. حتى في أوروبا هناك فوضى كبيرة جدا، وهناك مساحات أكبر من المساحات المتاحة في عالمنا العربي للمؤثرين، حتى ربما يطرحون كل القضايا اللي ممكن أنه تخطر لك على بالك، يعني من الأمور الحميمية للأمور الشخصية لأشياء يمكن ألا يتوقعها الشخص. لا صحيح، هو يعني المشهد بشكل عام يحتاج يعني أكيد يعني خلينا نقول المزيد من الخطوات، سواء من حتى الشركات هي نفسها. بس إيش نعرف عن هذا الحساب الفضائحي؟ مين وراء؟ إيش القصة؟ هل فعلا مرتبط بحساب حمزة منبيبي أو مجرد تشابه؟ يعني هناك شيء غريب جدا في هذا الإطار، عندما نتحدث عن حمزة مومبيبي وعندما قلنا بأنه سجن الفنانة المغربية دنيا بطمة سوف ينهي هذه القضية، وبعدما دخلت يعني مشاهير أخريات كسكينة الملقبة بجلامور ثم الآن دنيا بطمة المتواجدة في السجن، ظن عدد كبير من المشاهير المغاربة بأن الموضوع قد انتهى، ليظهر اليوم ناهد بنفس الصفة بنفس الصورة بنفس الطريقة، خصوصا أن البعض كان يقول بأنه ربما أقارب أو شخص قريب جدا من دنيا بطمة هو الذي يحاول أن يعني يذهب بالرأي العام إلى مكان آخر ويزيح التهمة عن دنيا بطمة لتذهب إلى ربما أشخاص آخرين. ولكن هذه الأمور في النهاية تبقى أمور ما زال عدد كبير حتى الصحفيين والإعلاميين في المغرب ليست لديهم مصادر حقيقية ورسمية يعني من السلطات، التي في البداية عندما أخذت ملف حمزة مومبيبي على محمل الجد تمكنت من رصد الأشخاص وتتبعهم ومعرفة من يتواجد وراء هذا الحساب، لأن في النهاية لا يمكن أن يدخل أي شخص السجن عفوا إذا لم تكن هناك أدلة وبراهين تثبت أن ذلك الشخص مدان. بالنسبة لناهد مومبيبي فالمعلومات القليلة تقول بأن مكان تواجد هذا الحساب هو في أمريكا، ولكن هل فعلا هذا الحساب موجود في أمريكا؟ يجب أن يكون هناك تكون هناك مسحة أمنية وتقنية، يعني سهل التلاعب في هذه الأمور، سهل، ويمكن أن يكون الأمر عبارة عن خطة مبرمجة حتى يتم إخراج المتهمين الرسميين من الورطة الأولى ألا وهي ورطة حمزة مومبيبي، لأنه ليس من السهل بصراحة عندما نتحدث عن تهكير حساب باربي أو تهكير حساب مثلا رجوة الساهلي اللي موجودة الآن في المستشفى والتي تعرضت أيضا لابتزاز وتشهير على السوشيال ميديا، ليس من السهل أن يقوم الشخص بتهكير الآي كلاود، نعلم إلى أي مدى الآيفون مثلا مشفر، فالحصول على هذه الصور التي عندما نشاهدها نرى بأنها الشخص المعني هو الذي قام بالتقاطه، هذا معناه بأنه هناك شيء ما في هذا الإطار. بس حنان عشان أكون واضحة وعشان أنت كمان كلامك يكون واضح ومفهوم، أنت كل الكلام اللي بتقوليه بيصير في اتجاه وكأنك بتحملي المسؤولية أو أنه كثيرين بيحملوا مسؤولية حساب ناهد مومبيبي للي كانوا مسؤولين عن حمزة مومبيبي، حساب حمزة مومبيبي واللي هم معروفين مين هم وتم معاقبتهم والزج بهم في السجن. أنا فهماكي صح ولا تبي توضحي شيء؟ لا 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 لا، ليس هناك تحميل مسؤولية لأي كان، أنا قلت ما قاله القضاء المغربي، قلت بأن القضاء عندما يتحرى في موضوع ما لديه أدلة وبراهين، وبالتالي طيب هذا كان في حمزة مومبيبي معينين، أوكي هذا كان في حمزة، ولكن في ناهد ليست هناك أي مسطرة قانونية في هذا الإطار.
ايش يعني مسكرة؟ فقط اريد فقط ان اتحدث عن الفصول سارة، اريد فقط ان اتحدث عن الفصول القانونية، الفصل الجنائي 502 ثم الفصل 327 الى حدود الفصل 333. هذه الفصول اولا تجرم كل ما هو تزييف، كل ما هو تشهير، كل ما هو استغلال أكيد. الدم والتجار بالبشر، وخصوصا نعم وخصوصا الاطفال والمسنين، لانه هذا الحساب تطرق لمختلف الأعمار، يعني الكبار وأيضا ما يحصل على مستوى السوشيال ميديا في إطار أكيد. هذه الفوضى. بس أنت بتقولي أنه إدارته تتم بنفس طريقة إدارة الحساب حمزة مومبيبي. نعم صح صحيح صحيح، إدارته تتم بنفس الطريقة. دخلت على حساب ناهد مومبيبي، شاهدت طريق الفيديوهات وشاهدت كل المحتوى الموجود في هذا في هذه الصفحة اللي موجودة على إنستغرام وأيضا موجودة على يوتيوب، نفس الطريقة نفس المحتوى. ما يقال طيب يمكن يعني ألهمهم الحساب شخص وراء هذا، الله أعلم سارة، لا أدري لا أدري هذا لا أدري بصراحة إن كان هناك فعلا يعني فقط حساب جديد. نحن الآن نرجح إمكانية أن يكون هذا الشخص اللي موجود وراء الحساب هو نفسه الشخص الموجود أو اللي كان موجود وراء حساب حمزة مومبيبي. أيوة هذا الترجيح بناء على التشابه في الأسلوب، ولا في أكثر من كده في معلومات ما؟ تشابه في الصورة، تهكير الهواتف، تشابه في المحتوى، طريقة التعامل مع المشاهير وأيضا ابتزاز المشاهير. فمن هو الشخص الموجود وراء هذا الحساب ناهد مومبيبي أنا لا أدري بصراحة، ولكن أنا الآن أقوم بتقييم وبمقارنة ما وقع مع حمزة مومبيبي وما يقع اليوم مع ناهد مومبيبي، الذي يعد أيضا في ستوريات يعني حط منشورات على السوشيال ميديا يقول فيها بأنه مستعد لوضع محتوى خاص بمشاهير آخرين من المغرب. لا ندري من يكون هؤلاء المشاهير، المهم أنه هذه الأمور هي بنفس الطريقة التي تمت على حساب حمزة مومبيبي. طب يعني إذن اللي تمسكوا في القضية بريئين قصدك؟ لأنه في واحد برا هو اللي بيمشي الموضوع؟ البراءة، القضاء المغربي قال كلمته في هذا الإطار وسجن غلامور سكينة وكذلك الآن دنيا بطمة موجودة في السجن. هل هؤلاء الأشخاص سيقومون بنفس الشيء، سيرفعون قضايا على ذلك الحساب وبعد ذلك سيتم معرفة من يكون وراء ذلك الحساب؟ إذا كان في المغرب أظن بأن السلطات المغربية ستتمكن من احتواء الموضوع، إذا كان خارج المغرب كما كان يقال عن حمزة مومبيبي فأظن بأن الأمر سيكون صعب. إيه بس برضو حتى يعني حمزة مومبيبي تم التعامل مع الموضوع وتم الوصول حتى للأشخاص يعني وقتها في حينه. على العموم بشكرك على هذه المعلومات، كان معنا من باريس الصحفية حنان عبد الله، شكرا لك. أمس لعبت البرتغال وسلوفينيا مباراة درامية في بطولة اليورو، النتيجة النهائية كانت فوز البرتغال بعد ما تعادل المنتخبين في الأشواط الأصلية والإضافية وراحوا لعبوا ضربات جزاء. في الشوط الإضافي الثاني حكم للبرتغال بضربة جزاء نفذها رونالدو وضيعها، ما سجل الهدف، لكن عموما رجع بعدين لما لعبت ضربات الجزاء نفذ أول ضربة وسجلها هدف، ومن وقتها واسم رونالدو ترند في مختلف اللغات وحول العالم. وحقيقة أسباب الترند كثيرة، فغير دراما الأهداف وضربات الجزاء، المنصات متحولة ومثل العادة صراحة لمسرح للصراع بين محبين رونالدو ومحبين ميسي، أو حتى اللي ما بيحبوا ميسي بالضرورة لكن بيكرهوا رونالدو. فعليا اللي يفتح أكس حيلاقي حلبة مصارعة مع وضد رونالدو، لهنا هذا متعودين عليه وعادي يعني، لكن لما مؤسسة إعلامية تدخل في الموضوع ومؤسسة بحجم بي بي سي هنا الموضوع مختلف ويبغاله وقفة. الموضوع صار لما ضيع رونالدو ضربة الجزاء في الشوط الإضافي الثاني قناة بي بي سي سبورت اللي بتبث المباراة، ولما عادت اللقطة بدل ما ينكتب تحت اللقطة أنه إعادة أو ريبلاي انكتب ميسيتونيا بينالدو، وهنا الموضوع محتاج شرح. اسم بينالدو أطلق أونلاين على رونالدو من سنوات وغالبا من الناس ما بتحبه، والاسم بيجمع بين اسم رونالدو وكلمة بنالتي يعني ضربة جزاء. اللي بيستعملوا الاسم هم من الناس اللي شايفين أنه موهبة رونالدو عادية وأنه أهدافه دايما بيسجلها من ضربات جزاء أو كرات ثابتة ومو أهداف
جميلة. وهذا رأيي يعني بيتبناه كثير من محبي ميسي اللي شايفينه أمهر لاعب وأكثر لاعب ممتع الواحد يتفرج عليه. هنا إحنا ترى ما لنا دخل في هذا الموضوع، بنعرض لكم وجهتين نظر، ما لنا دخل أبدا في الموضوع. اللي عملته بي بي سي أمس أنه بعد ما ضيع رونالدو ضربة الجزاء يبدو أحد من الإعداد عندهم حب يضيف كده لمسة من عنده، فراح كتب ميسيتيانو بينالدو، يعني مو لعب بس على كلمة بينالدو، لعب كمان على اسم كريستيانو وسموه ميسيتيانو، أنه يعني he missed the penalty. طبعا الحركة هذه من بي بي سي قلبت الدنيا عليهم، سواء من محبي رونالدو أو من ناس ثانية بغض النظر عن مين تشجع وتحب. هذول الناس استنكروا أنه مؤسسة إعلامية بحجم بي بي سي تكون مو محايدة وتعمل حركة مثل هذه. الهجوم عليهم ما اقتصر على الناس العاديين، حتى أسماء في عالم كرة القدم انتقدتهم، ومنهم كابتن المنتخب الإنجليزي السابق جون تيري اللي نزل صورة من الشاشة وكتب عليها هذا عار. أهلا من جديد. في حكم قضائي للمحكمة العليا الأمريكية أمس اعتبر انتصار، أو اعتبر هذا الحكم انتصار لدونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الحالي طبعا للرئاسة الأمريكية. فالمحكمة العليا الأمريكية أمس قررت أنه ترامب عنده حصانة مطلقة فيما يتعلق بكل اللي عمله رسميا خلال رئاسته، أما الأفعال غير الرسمية فما عنده عليها حصانة. إيش معنى هذا الكلام وليه مهم؟ يعني خلونا نبدأ من الأول. ترامب أصلاً بيواجه 4 قضايا جنائية وفوق 30 تهمة، وتكلمنا في هذا الموضوع يعني حتى مطولاً، وفي قضية منهم تمت إدانته خلاص فيها. وترامب من أول يوم كان بيقول أنا رئيس سابق وعندي حصانة، وطبعاً الديمقراطيين شايفين أنه مو لأنه رئيس يكون عنده حصانة جنائية. ولما المحاكم الأصغر ما عرفت توصل لحل هو عنده حصانة أو لا، قام أحيل الموضوع للمحكمة العليا اللي أمس قالت أعمال الرئيس الرسمية عندها حصانة مطلقة، أعماله الشخصية ما عندها حصانة. ورجعت هذه المحكمة العليا القضية كلها لمحكمة أدنى، وتحديدا قاضية اسمها تانيا تشوكن، وعلشان تحدد هي إيش من التهم الموجهة ضد ترامب تعتبر أعمال رسمية عليها حصانة وإيش اللي ما عليه حصانة. ترامب بعد الحكم وعلى منصة تروث سوشيال طبعا هلل وقال أن الحكم انتصار للديمقراطية والدستور وأنه فخور أنه أمريكي. أما بايدن وحملته فانتقدوا ترامب. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law. Not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent. حكم المحكمة العليا هذا ليه يعتبر انتصار لترامب؟ لأنه إيش ما كان قرار المحكمة الأدنى والقاضية تشوتكن فهي حتاخذ شهور في دراسة الموضوع عشان تقرر، وبالتالي هذا معناه أنه ما رح تتم محاكمة ترامب قبل الانتخابات المنتظرة في نوفمبر. وطبعا الديمقراطيين آمالهم كانت أنه يتحاكم ويدان ويخلصوا منه من السباق الرئاسي، لكن برضو لسه في قرار منتظر. ولو القاضية مثلا قالت أنه هذه كانت أعمال شخصية فممكن يتحاكم بس بعد ما تكون خلصت الانتخابات. عموما قرار الحصانة اللي أكدته المحكمة العليا الأمريكية بيحمي ترامب من إيش؟ وهل في من هذه القضايا قضية أو قضايا ممكن تكون إنها جدلية في إنها يعني تعتبر شخصية ولا رسمية؟ للعلم القاضية اللي منتظر إنها تصدر حكمها في الموضوع يقال إنها سبق وتبرعت لحملة أوباما لما كان مرشح، وسبق مرة وحكمت كمان في قضية تخص ترامب بما لا يتمنى، ويعني الترجيحات والكلام جالس بيقول إنها ديمقراطية التواجه. احنا بتنضم الينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. اهلا فيك معانا يا نادية. يعني صراحة الاحداث عندكم متسارعة والدراما كل ما لا بتزيد وبتزيد كل ما بتقرب الانتخابات. الان هذه الحصانة احكي لنا عنها، ايش يعني حيصير الان المتوقع؟
أول شيء سارة ما في إجازة إلا بعد الانتخابات، يعني محسومة هذه. إيه محسومة. هذا شيء أكيد. إيه. محسومة. هلأ بالنسبة لي الحصانة، أنا لا أعرف إذا كان ترامب هو رجل محظوظ أم أنه كان يخطط ويعرف مسبقا. لماذا؟ لأنه كما تعرفين كل شيء بواشنطن مسيس. Everything هو مسيس ما عدا المحكمة العليا. المحكمة العليا المفروض أن القضاء يكونوا غير منتمين حزبيا، لكن اللي صار أنه بعهد ترامب لأنه كان محظوظ أحد القضاء توفي والآخر تقاعد، وبالتالي كما تعرفين القضاة التسعة الموجودين في المحكمة العليا يعينون مدى الحياة. قام ترامب بتعيين قضاة محافظين، هذا لا يعني بأنهم ينتمون إلى الحزب الجمهوري، لكن يعني بأنهم يفسرون الدستور من ناحية محافظة. ومن هنا رجحت كفة الرئيس بالأمس في قرار المحكمة، 6 قضاء حكموا لمصلحته و3 قضاء اختلفوا معه، منهم القضاء الثلاثة الليبراليين. إذن كما ذكرتي الرئيس لديه حصانة مطلقة وهو في داخل البيت الأبيض، أي تصرف شخصي هذا لا يغطي الحصانة. لكن ماذا يعني بالنسبة له؟ يعني الكثير والكثير. أولا كل القضايا ضد ترامب، سواء كانت القضية التي فتحها جاك سميث هنا في طبعا واشنطن دي سي واتهموا بأنه طلب أو أوعز إلى مؤيديه أن يذهبوا إلى مبنى الكابيتال وأن يحتجوا على النتائج، واتصل مع مايك بينس وقال له ألا يصادق على انتخابات 2020، وهذه أحد القضايا. القضية الأخرى المرتبطة بها هي قضية جورجيا، وقضية جورجيا طبعا هي تدخل بالانتخابات. والقضية الثالثة هي فلوريدا، بأنه الرئيس أخذ وثائق، ترك البيت الأبيض، أخذ وثائق سرية وراح فيها على مارالارجو. كل هذه القضايا ستؤجل لأن القانون سيصبح معقد أكثر، وبالتالي لن يحاكم ترامب قبل الانتخابات. الرئيس بايدن كان يأمل بأن هذه المحاكم ستؤثر في الناخب الأمريكي، لكن على الأقل نستطيع أن نقول بأن الفترة الزمنية الآن وبين نوفمبر لن تسمح لأي من هذه المحاكم أن تبدأ بالإجراءات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى إذا فاز ترامب، أيوة، كما هو قال، هذا لست أنا الذي أقوله، هو نفسه بقول ترامب أنه سيعاقب كل هؤلاء الأشخاص اللي حاكموه، بما فيهم وزير العدل ماريك غارلاند، سيحاكم أيضا المدعي العام في نيويورك وفي جورجيا. يعني ستكون حملة انتقام من كل الأشخاص الذين من وجهة نظر الرئيس لم يكونوا منصفين معه. من وجهة نظر الديمقراطيين هو قلب كل الموازين التي نعرفها على الولايات المتحدة، والحديث على أن ترامب سيكون دكتاتور في اليوم الأول. إذن هذا القرار هو في صالح ترامب، ومن حقه أن يكون قد سعد به وابتهج وغرد طبعاً. وتحدث بشكل كبير بأنه انتصار للدستور وللديمقراطية، لكن هو اللي عين القضاء عشان ينصروا الديمقراطية والدستور. يعني هو على حظه جت مسألة تعيين القضاء خلال فترته الرئاسية، هذه وجت من حظه صراحة. صحيح. طيب الآن وصلنا لهالمرحلة، فاز ترامب ودخل البيت الأبيض ويمكن عمل انتقامه وما إلى ذلك، خرج ترامب من البيت الأبيض، هل سيعود ويواجه القضايا هذه ولا كده ولا خلاص؟ لا أعتقد. عادة عندما يكون المحكمة العليا قد حكمت وقالت بأن كل هذه الأفعال في داخل هو المشكلة في الموضوع هي ماذا سارة؟ هو أن كل القضايا يمكن أن تفسر بأنها أعمال رسمية، يعني لأنه المحكمة كانت ضبابية بالحكم وقالت بأنه يمكن أن يفسر على أنه رسمي أو غير رسمي. محامي الرئيس يمكن أن يطعنوا فيه يقولوا بأنه كان يتصرف بشكل رسمي لأنه رئيس. وبالتالي لا أتوقع أن تلاحق أي من هذه القضايا الرئيس ترامب، وهو نفسه يقول بأنني أنا أحاكم فقط لأني رشحت نفسي كرئيس. وبالتالي حتى لو فاز بالبيت الأبيض لا يستطيع أن ترشح مرة أخرى، هذه آخر ولاية، لكن يستطيع أن ينتقم من كل أعدائه بين قوسين كما يضعهم الرئيس. لو عنده 4 سنين يعني خلاص ما هو خايف من انتخابات جاية وكذا، يقدر يعيش فيها على راحته. لا براحته. روعة الأيام يعني الجاية مليئة بالأحداث. يعطيك العافية نادية، كان معنا أو كانت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. للأسف ما في أسبوع جالس بيعدي من دون ما تكون في حادث طيران مختلف، ولكن مؤخراً
كثير جالسين صراحة بنسمع عن حوادث الطيران واللي هي سببها بيكون المطبات الهوائية، وكنا حتى تناولنا هذا الموضوع في البرنامج وتكلمنا عن مختصين عنه. والجديد كمان الآن أنه في شركة اللي هي إير أوروبا أعلنت أمس عن تحويل مسار رحلتها من مدريد إلى مونتيفيديو بالأوروغواي، والسبب اضطرار الطائرة للهبوط اضطراريا بسبب الاضطرابات الجوية المطبات. الطائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاين وهبطت بسلام في مطار ناتال في البرازيل. المطبات الهوائية كانت قوية لدرجة أنه نزل جزء من سقف الطائرة، واحد من الركاب يعني كده انعزق في خزائن الأمتعة، يعني كده طلع مسكين طار ودخل فيها يعني، وتم إصابة 30 مسافر على متنها، بعضهم جروحهم طفيفة وبعضهم وصل الموضوع لارتجاج في الدماغ. وزارة خارجية الأوروغواي اللي كانت متجهة الطائرة لعندهم قالت أنه تم التعامل مع الجرحى من قبل البرازيل وما في خطر على حياة أي مسافر. وحقيقة حوادث المطبات الهوائية عاملة قلق كبير عند المسافرين، والعلماء بيقولوا أنه السبب فيها هو تغير المناخ، وبحسب دراسة انعملت في 2023 زادت نسبة المطبات الهوائية بنسبة 17% بين يعني 1979 لغاية 2020، وزادت اليوم نسبة التعرض لها بنسبة 50%. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.